السلام عليكم ورحمة الله ازيكم عاملين ايه حبايبي رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض وصفة الاقراص اللي بتتباع في الافران في مصر اللي هي بالسكر وحشتني جدا بصراحة وقلت ايه اجرب اعملها طلعت حلوة قوي بصراحة وتستاهل ان الواحد يجربها معنا كده زي ما انتم شايفين تلات كوبايات دقيق من اللي هي المجات العادية اللي بايد دي ومعانا كوباية اللي ربع سمنة على زيت الاتنين مع بعض عايز حطي زيت لوحده ماشي بس مبقاش قوي ومعانا ثلاث معالق لبن بودر ومعانا سكر وقرفة ومعانا سكر لوحده كل دول هيبقوا الحشوة. السكر للحشوة السكر ده للحشوة ومعانا كوباية زبادي كبيرة أنا هنا استخدمت الزبادي اليوناني اللي هو الجريك يوجورت ومعانا الطبق ده فيه سمسم وسكر ده علشان خاطر اللي إيه الطبقة من بره ومعانا بيكنج باودر ومعانا خميرة ومعانا برضو كيس فانيليا هنشوف مع بعض كده هنعمل إيه إن شاء الله خطوات سهلة خالص ومفيهاش أي حاجة نحط مع بعض كده ذرة ملح على الدقيق يفضل ان الدقيق إيه ده يتنخل علشان خضر يدي نتيجة حلوة ومعانا هنحط معلقتين صغيرين قرفة انا هنا بس المعلقة ما كانتش بتتملي معايا فهي مع... سوري معلقتين صغيرين خميرة وهنا معلقة صغيرة برضو بيكنج باودر وهنا كده بنحط كل المكونات الجافه على بعضها ومعانا آه معلقتين آه، تلات آه، معالق سكر آه، لبن باودر انا مهنجة النهارده ومعلقه صغيره سكر كل ده بنحط المكونات الجافه مع بعضيها علشان خاطر نقلبهم بعد كده نحط المكونات السايله معانا هنقلب مع بعض كده حلو قوي نحط بقى مع بعض دلوقتي الزبادي كوبايه زبادي كبيره انا هنا زي ما انتم شايفين الطبق ده انا باخد من الزبادي اليوناني اخدت في حدود مثلا اربع معالق كبار او اكتر شوية وهنا كوباية لربع سمنة علي زيت اللي عايز يحط سمنة لوحدها يحط بس انا بحب دايما ايه اخلص السمنة بالزيت بتدي كده نكهة حلوة وطعم حلو كمان نخلط مع بعض كده وطبعا كده العجينه هتحتاجي يا إيه اما براحتك يا إيه اما تحطي لبن يا إيه اما تحطي ميه على حسب ما انت عايزه وتفضلي تدعكي في العجينه لحد ما تلاقيها بتلم معاكي انا هنا كنت نسيت اجيب اللبن اللبن ده يكون ايه لبن دافي ماشي يكون لبن دافي كده خالص يعني مثلا زي دمعه العين كده هنا زي ما انت شايفين في حطيت كوبايه لبن نفس الطبق اللي عيرت فيه الزبادي هنحطهم كده مع بعض وندعك في العجينه دلوقتي طبعا هندعك بإيدينا لان المعلقه خلاص كده ايه ملهاش دور هندعك كويس جدا لو حسيتي ان انتي محتاجه الدقيق لسه ناشف محتاج حبه لبن او حبه ميه براحتك حطي لحد ما تلاقي الطبق معاكي نضف والعجينه لينه كده وحلوه ينفع تتشكل معاكي حلوة بتبقى حلوة قوي القرص دي في, في الشتاء كده بالذات مع في العشاء مع كوباية لبن الصبح يعني بتبقى بصراحة حلوة في البيت هنا كده العجينة زي ما انتم شايفين اه خلاص بقت معايا الطبق زي ما انتم شايفين نضيف كله تمام هنغطيها بقى شوية بورق ستريتش او بفوطة اي حاجة المهم علشان البرد ده فتحاول ايه تخمر معانا شوية انا هنا كنت مستعجلة عليها وكنت عاوزه اخلصها وما كانش ايه عايزه اقعدها كتير فقعدتها تقريبا في حدود ساعه او ساعه ونص يفضل ان انت تقعديها اكتر من كده هيبقى احسن وهتدي نسيجه جميله انا غطيتها بورق استرتش وغطيتها بفوطه وهسيبها شويه هنا يعني بقى جهزنا مع بعض الحاجه اللي هنعمل عليها حط القطعه دي احط عليها القرص ونبدا نعملهم هتبقي هتلاقيها كده وانت بتلمسيها بعد ما تخمر هتلاقيها هشه عامله زي الهشه كده فاهمين بص نكور بقى كده على حسب الحجم اللي احنا عايزينه ويفضل ان هو يكون حجمه ولا هو كبير قوي ولا هي صغيره قوي حجم وسط انا هكورهم كلهم كده هكورهم كلهم وايه وبعدين هنشوف الخطوه الاخيره قبل ما نحطهم في الفرن هنعمل ايه انا هنا بوريكم ان احنا لما هنبططها هتبقى ايه شكلها عامل ازاي زي ما انتم شايفين السطح معاها معايا من فوق املس كده وحلو ايه وبتلمع و... وان شاء الله تدينا نتيجه جميله انا هنا عندي الحشوة زي ما انتم شايفين مجهزة طبق فيه سكر وقرفة وفي طبق سكر بس ده بالنسبة للحشوة علشان اللي ما بيحبش القرفة آه نعمله اللي هي بالايه بالسكر بس انا انا بحبها بالسكر والقرفة بالرغم ان هي في الافران كانت معظمها بيتباع بالسكر بس ف... فقلت اجرب كده بالسكر والقرفة بما ان انا بحب السنابون فقلت يمكن تنفع ان <applause> شاء الله نبقى نعمل السنابون مع بعض بس احنا عايزين نبطل شوية علشان خاطر نعمل دايت لحسن كده مش هينفع ابدا الشتا طولت <applause> الشتا طولت واحنا ليلتنا طويله <applause> طبعا فاهميني الناس اللي فاهمين انا اقصد ايه يعني <applause> عذاب الشتا دي عذاب في الاكل آه. نبدا نقطعها كده مع بعض خلص العجينه انا هنا بوريكم العجينه يعني عامله ازاي في ناس بقى اللي ما عندهاش زبادي يعني اللي مش حابب يحط مثلا مش عنده زبادي او حاجه وعنده لبن رايب ياريت تبقى جميله جدا جدا باللبن الرايب على فكره تبقى تحفه يعني مثلا عندك لبن قطع عندك لبن كده خديه صفيه خديه كده الكتل بتاعته اللي بتبقى متبقيه فيه زي الزبادي وتحطيها على العجينه دي تدي نتيجه حلوه جدا انا يعني هنا بوريكم الحشوه هنبدا نعمل مع بعض كده ايه نبطط العجينه كده على على الكاونتر او على على اي حاجه ونبدا نحط الحشوه معلقه سكر كده على حسب بقى انت بتحبي كتير بتحبي قليل ونقفل كده عليها وبعدين هنروح غمسينها فين في السمسم والسكر بصوا ازاي نوريكم اهو دوزي عليها كده بايديكي هتلاقيها ايه لزقت لان هي طبعا ملزقه مطرح شايفين كل السمسم لزق فيها في حاجه هنا بقى بعد ما خبستها او علشان خاطر برضه اقول لكم لازم اقول لكم كل حاجه حقيقيه يعني حسيت ان الطبقه بتاعه السمسم بعد ما اتخبس بقى بيقع السمسم مني بيقع بسرعه بسهوله مجرد ما امسك القرصه فانا لقيت ان احسن حاجه ان ممكن ندهن حتى القرصه ان شاء الله حتى بفرشه كده من اللبن علشان خاطر السمسم السمسم يمسك فيها كمان اكتر وما يقعش منها بعد ما تتخبز شايفين شكلها جميل ازاي هي بصراحة تجنن حلوة قوي قوي وطعمها في منتهى الجمال يعني بإذن الله تعملوها وتعجبكم قوي قوي هنا كنت حطيت زيادة شوية أنا عاوزة أحط كتير بحس إن اللي يأكلها يلاقي في كل الجوانب في القرصة الحشوة مش يلاقي في حتة أو حتة لأ فاهمني؟ اه بصوا بعمل كده بقى وادوس كده عشان إيه نخلي السمسم كله يلزق في القرصة كلها شايفين بقى الجمال شكلها عامل إزاي؟ تحفة تحفة او ده شكل ايه جزء منها عشان انا ايه بحب احطها في, في الرفل في الرف اللي في النص فما بحبش احط فوق ولا تحت فانا حطيتها على مرحلتين زي ما انتوا بوريكم ان انا هحطها على مرحلتين علشان خاطر تاخد السوا المظبوط من فوق وتحت ده زي ما انتم شايفين كده بعد ما طلعت في الفرن من الفرن على درجة حرارة مية وثمانين حاجة فظيعة والله يا جماعة بصي بقى ساعات وفي كمان اللي هي بتتفتح كده من النص او من الجنب وتطلع بقى ايه سكر فالسكر ده يجمد شوية ويعمل طبقة ارمشة كده شايفين ايوة الحتة انا بوريها لكم دي هي دي يا هو يا جماعة لا انا جعت حلوة حلوة أوي حلوة ان شاء الله اعملها تاني بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى لايك وشير والسلام عليكم ورحمة